بعد تلون المشهد الليبي بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، نجح أخيرا المؤتمر الوطني العام بالتقدم خطوة إلى الأمام بإقراره قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، خطوة وإن شابها كثير من الانتقاد إلا أنها تسعى إلى تخفيف الاحتقان في الشارع الليبي جراء الأوضاع المتدهورة، وعلى رأسها تعثر الجهود السياسية في الوصول إلى حكومة وبرلمان جديدين. من أصل 132 عضوا صوت بالأغلبية 124 عضوا لصالح إقرار قانون انتخابات البرلمان المقبل. القانون الجديد يمهد الطريق لإجراء انتخابات وفق النظام الفردي، مانعا الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم، ويعارض توصيات لجنة فبراير الداعية إلى تنظيم انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية سويا. كما يترك القانون مسألة تحديد الوقت اللازم للانتهاء من إعداد الانتخابات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي يتوقع أن تسلم جدولا زمنيا خلال 90 يوما. ليس هذا فقط، بل رحل أيضا التصويت على الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وفق المناطق إلى جلسة لاحقة. ينص القانون أيضا على أن يكون عمر البرلمان الجديد 18 شهرا قابلة للتمديد في حال عدم الاتفاق على الدستور المنتظر. أما في حال صياغة الدستور والموافقة عليه في استفتاء عام فسيتم تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا يحمل معنيين: الأول وجود توافق بين الكتل البرلمانية، وهو احتمال ضعيف نظرا إلى التنافر بين مختلف الكتل حول القضايا السياسية، والآخر محاولة بعيدة الأهداف من الأغلبية البرلمانية ذات التوجه الإخواني للسيطرة على البرلمان في مختلف المراحل والظروف. تزامنا مع إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المثير للجدل في الساحة الليبية، تجري على طرف آخر محاولات لإطلاق حوار وطني بين الليبيين يقودها وسطاء من الداخل والخارج. ضمن هذا المشهد المتوزع بين الانتخابات البرلمانية ومحاولات إطلاق حوار وطني، ما هي الخطوة الملحة للليبيين؟ هل هي إطلاق حوار سياسي يفضي إلى انتخاب برلمان جديد؟ أم انتخابات برلمانية تقود إلى حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها المتلاحقة؟ مصطفى خطيب، العربية.